خلاص بص المساله دي اولا هي مساله كبيره قوي يعني مش شرط يجي لك نفس الحجم ده ممكن يجي لك حاجه اكبر منها بس الفكره تبقى لما ايه افكار مختلفه في مساله واحده فاحنا عاوزين نعرف كل كلمه معناها ايه عشان برضه في بعض الكلام كده احنا بنعدي عليه بس هو اصلا بيبقى ليه مدلول مهم فهو هنا بيقول ايه consider an ideal combined reheat and regenerative steam cycle هنا بيقول لي بيحصل عندي ايه؟ كومبينيشن ما بين حاجتين اللي هو بيحصل ريهيت وريجنريشن في نفس اللحظه يبقى انا عندي كده في اثنين موديفيكيشن اللي احنا خدناهم بيحصلوا في نفس الايه؟ في نفس السايكل وبيقول لك ان الايدل ايدل كومبايند ريهيت اند ريجنريشن يعني ايه ايدل؟ كلمه ايدل هنا مينز ان لو في عندي كومبينيشن بيحصل في السايكل او في اكسبانشن الاثنين هيبقوا ايه؟ ايزنتولوجيك ما قالش ايدل يبقى انت ما ينفعش ايه؟ تستنتجها من نفسك ما ينفعش تستنتج الموضوع ده من نفسك يبقى هي ايدل معناها ان هو ايزنتروبيك ايه؟ اكسبانشن وايزنتروبيك كومبريشن طيب which operates with conditions at turbine inlet يبقى انا هو مديني الكونديشن عند الايه؟ عند مدخل التربن 580 بار و 530 ديجري سي بيقول لي اخر اكسبانشن ان هاي بريشر تربن يعني ايه هاي بريشر ولو بريشر؟ هاي بريشر تربن معناها ان الان ستيج اللي بتبقى في الاول عشان بيبقى لسه الستيم داخل لها ايه؟ من البويلر فبالتالي الستيم بيبقى جاي من البويلر داخل على التربن بيحصل فيه اكسبانشن فالمرحله الاولانيه دي بيسميها هاي بريشر خلاص؟ طيب الجزء الثاني بقى من التربن بيسميه ايه؟ لو بريشر تربن عشان هي لو بريشر ستيج بتتعامل مع بريشر ايه؟ اقل فبيقول لي بعد ما بيحصل اكسبانشن في الهاي بريشر تربن some steam is extracted to heat the feed water in high pressure heater. وكلوز تايب. طب واحنا قلنا تعالى نرسم بقى. يبقى احنا اول حاجه نعمل ايه؟ نبتدي كده نرسم الايه؟ المساله ممكن انت برضه وانت بتحل تقرا المساله على بعض. تقرا الايه؟ المساله على بعض، بعد كده ترجع تقراها تاني، يعني احنا نقراها بسرعه عشان ممكن حاجات كده اخد بالي منها وبعد كده ارجع اقراها ايه؟ من اول جديد. انا مش عاوز اعمل القصه دي دلوقتي عشان انتوا ما عندكوش ايه؟ الشيت فبالتالي اقعد اقول كلام كتير هتوه مني غير لما تبقى الحاجه قصادك. فبيقول لي دلوقتي انا عندي اول حاجه اديها لي ان انا بيقول لي في ريت وريجنريشن وعندي الستيم عند التربن اللي 80 بره 530 دي جي سي. ده طبعا كده كده بيبقى لازم اعمل موجود ايه؟ في بويلر كده باخد الستيم اللي خارج منين؟ البويلر بتتابع على هاي بريشر ستيم. خلاص؟ السين بتاعي هنا 80 بار و 530 ايه؟ ديجري سي. بعد ما حصل اكسبانشن في الهاي بريشر تيرم some of steam is extracted to heat the feed water in high pressure heater of closed type يعني بيقول لي بعد ما حصل اكسبانشن في الهاي بريشر تيرم اللي هي دي اول الريجنريشن بيحصل فين؟ ازاي؟ ياخد انا من السرعه بيجي في نص التربن مش كده؟ اخد شويه ستيم خلاص؟ طيب هو هنا قال لي ايه مش في نص التربن بقى اخر التربن بس هو يعتبر نص التربن ليه؟ عشان في هاي بريشر ايه؟ في لو بريشر تربن بعد كده هتظهر يبقى معنى كده انا بعد هذه المرحله الاولى هي يعتبر بقى على التربن ككل في يعتبر في النص لان انا عندي التربن عباره عن ايه؟ هاي بريشر احنا بنسميها كانها تربنتين بس هي مش تربنتين يعتبر كانها ايه؟ تربينه كبيره بس انا مقسمها لستين فانا في النهايه خالص خدت بعد ايه؟ افتر اكسبانشن دي اسمها كده هاي بريشر ايه؟ تربن في نهايه الهاي بريشر تربن خدت ستين عشان اسخن بيه ايه؟ ميه طيب المفروض الميه اللي باخدها دي الستين اللي باخدها مش بسخن بيه الميه اللي موجود هنا اسمه ايه؟ هيتر طب الهيتر عندي كام نوع؟ اثنين صح؟ كلوزد وايه؟ واوبن وكلوزد كام نوع؟ اثنين برضه اللي هو الكاسكيتد والثاني اللي هو في درين بعمله بامبنج ايه؟ فورورد مش كده؟ فهو قال لي كلوز خلاص؟ مش مهم
ايه معنى اتموسفير؟ ميه بحلاوه. ركز معايا انا بعمل ايه؟ ايه معنى كلوز؟ ميه بحلاوه. انا لو رحت للسين دوت اسخن بيه الميه جايه، بس ما بيحصلش منهم ايه؟ ما بيحصلش منهم ايه؟ ميكس. طيب ده يحصل له ايه؟ يا يطلع لقدام يا يرجع لورا. ما قالش خلاص، يبقى تسيب الرسمه ايه؟ على الورا ده لغايه ما نعرف. المهم دوت يا اما يحصل له كاسكيت باك او بامبنج ايه؟ فورورد. طيب نقرا بقى والانترميني ستيم، لان انا هو ده كل الستيم. انا خدت ايه؟ جزء عملت ميتنج والباقي بعمل فيه ايه؟ ميتنج. يعني عند نفس البوينت بعمل كام حاجه؟ اثنين. انا ده كده التوتال مش كده؟ في شويه خدت منهم ايه؟ عملت منهم هيك وازاي ارجع فيه البويلر عشان اعمل هيك وادخل بعد كده على ايه بقى؟ على اللو بريشر تيرم. هما الاثنين كده على نفس الايه؟ الشخص. طبعا الرسم ده ديفايس، في واحد ممكن يعمل ايه؟ يروح عاملها كده هاخد شويه وشويه اعمل بيهم هيك يبقى مرجحها كده للايه؟ للبويلر. يعني الرسمتين ايه؟ الرسمه دي حاجه زي ما حاجه ترجع لك يعني. خلاص؟ معايا ولا لا؟ يبقى انا كده خدت شويه سين لو سميتهم اكس يبقى ده كام؟ واحده 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 يعني خلاص. عند نفس النقطه ليه بقى؟ هو قال لي هنا ايه؟ افتر اكسبانشن هاي بريشر تيربي. سم اوف ستيم از اكستراكتد تو هيت ذا موتور الهاي بريشر هيتر اند ذا ريمينينج از يعني 500 دي سي. يعني الباقي يعني عند نفس اللحظه دي جزء عملت فيه الهيتنج وجزء عملت فيه هيتنج الهيتر. طب الهيتنج ده حصل لغايه فين بقى؟ 300 درجه. يعني انا هنا هيبقى داخل على 300 درجه. عملت الهيتنج مين بس اللي مش فاهم؟ براجع لهم بس هم عملوا عدد الهيتنج اللي راجعوا. ما انا مش جاي بعمل البويلر بس خدت كام؟ وانا مش لازم يبقى عندي حاجه مولعه عند بس 500 درجه. ده انا عاوز بس 150 درجه ولا 200 درجه. لان الميه جايه لي اصلا عند 35 وانا 40. فده بيبقى مثلا درجه حرارته 200 ولا حاجه. ف 200 دي هتبقى كويسه قوي تسخن الميه بتاعتك. انا كل ده اللي انا بعمله ايه؟ انا بخفف من على البويلر. بخفف من ايه؟ من على البويلر. طيب ده 500 هيحصل بقى اكسبانشن فين؟ في اللو بريشر تيربين لغايه الكوندنسر. الكوندنسر بقى قد ايه بقى؟ الكوندنسر الضغط بتاعه 7%. طبعا في بعض الكوندنسر فيه ايه؟ بيقول لي درايف ستراكشر عند التربين اكزيت 9/10. يعني عند مخرج التربين ايه الدرايف ستراكشر دي؟ ايه الايه؟ الاكس اللي هي اسمها كواليتي. اسمها ايه؟ كواليتي. لو قال لي موشر كونتنت موشر موشر اللي هو الرطوبة. الموشر معناها ايه؟ 1/10. ما هي الاكس بتاعتي 90%. بيقول لي بقى ايه؟ ذا سايكل كونتينز اول فور ذا ريبل ميتر اوبريتنج على 3 بار واللو بريشر هيتر كلوز تايب
with dry saturated air steam at L. انا اول هيتر ده قال لي عليه ايه سماه ايه اول هيتر اتكلم عليه قال لي سماه هاي بريشر ايه هيتر. قال لي في اتنين تانيين واحد فوق واحد اسمه دياريتور. الدياريتور ده اللي هو الايه الاوبن برضه في واحد دياريتور وواحد كمان ايه كلوز. يعني انا عندي غير دوت في كمان غير واحد انا كده كلوز. انا عندي كمان اثنين عندي كمان ايه اثنين في اللي هو الاوبن وفي الثاني واحد كده كلوز بس لو بريشر هو ده اسمه ايه هاي بريشر. يبقى ده على واحد يبقى ده قريب منين البوير يبقى لو بريشر على مين يبقى لازم جنب الكوندنسر والدايره فين في النص. يبقى انا هحط بعد البومب على طول انهي واحد اللو بريشر اللي هو مين كلوز. ليه عشان هو قال لي لو بريشر كلوز ميتر. لو بريشر معناه ايه؟ قال لي واحد ضغط. يعني هاي بريشر معناه ايه؟ اعلى ضغط. لو بريشر اقل ضغط. دياريتور ما هم ثلاثه واحد اقل واحد والثاني اعلى واحد يبقى الثالث يبقى فين؟ في النص. يعني دي مش محتاجه ايه؟ يبقى لازم نفهم معنى الكلام. لا هي يعني مش لا مش غلط منك مش قصدي بس انا قصدي ايه؟ لا لا انا بتكلم على ايه؟ ان هو انا مش فاهم معنى الجمله. يعني مش فاهم كلمه لو بريشر دي يعني ايه؟ ما واحد يفتكر ايه؟ ما ممكن يبقى اقل منه. لا لما بيقول لي لو بريشر معناه ان ده اقل حاجه في الضغط. وهاي بريشر معناها ايه؟ اعلى حاجه. يبقى فاضل واحد دوت دايريتور ده اللي هيبقى في النص. طيب ما انا دوت هاي بريشر انا كنت ساحب ستيم منين؟ من هاي المرحله الاولى. يبقى الاثنين التانيين اسحب لهم منين؟ المرحلة الثانية صح ولا لا؟ لأن ده واخد أعلى ضغط التانيين أقل منه في الضغط لمنين؟ من الثانية من الثانية واضح؟ قول ما أنا أصلا البامب دي وظيفتها إيه؟ وأنا بحط البامب ليه؟ عشان ترفع لي البريشر للضغط اللي أنا عاوزه. أنا برفع لمين؟ الحكيم يا البويلر يا الأوبي. لأن كلوز ده مش مهم. يعني انا مثلا عندي 20 واحد كلوز 15 بار و20 بار و30 بار و100 بار ما يهمونيش لان ده كده كده ما بيحصلش ميكسنج ايه؟ ما بين الماين والسين. فالضغط بتاع الايه؟ كلوز انا ما بهتمش بيه. البامب بترفع لمين؟ للاوبن عشان الاوبن هو اللي بيحصل فيه ميكسنج مش كده؟ يعني الاوبن ده دكتور اللي بيدخل فيه نفس الضغط عشان بيحصل ميكسنج. طب التاني لازم ده يرفع لمين؟ للاوبن. يبقى كده الضغط الاوبن هيبقى هنا ليه ما حطيتهاش قبل هنا يعني؟ في النص هو انا حاطه في الاول عشان اتغلب على الوصل عشان عندي هنا بروتكشن فين؟ في البايبس. بس هي بالنسبه لي انتوا بالنسبه مش فارقه بس الطبيعي ان انا احط ايه؟ في الاول عشان اتغلب على البروتكشن الوصل كده طالع فين؟ ده كده كلوز وده دياريتو. ده عندي كام بار بقى؟ هو قال لي 3 بار. يبقى انا باخد الستيم من هنا صح؟ اسخن بمين؟ كلوز واخد بار ستيم تاني اسخن بالايه؟ الاوبن. المفروض عندي الهيكر دوت او الهيكسيشن دوت على الاقل بريشر. هل البريشر المفروض قبل البامب؟ نعم؟ المفروض يبقى قبل البامب اللي جاي من المصر على طول. سؤال. صح؟ انا بتكلم ايه؟ البريشر ايه؟ اللي بيسخنه هو اقل بريشر من التربل. هو ماليش دعوه بده اصل دوت اصلا ما بيتغيرش ده عشان ده كلوز. دكتور كلمه لو بريشر او هاي بريشر اللي ليه؟ للستيم للستيم اللي انا باخده صاحبه من التربو. فمعنى كده لحظه واحده يبقى دوت اقل ضغط اعلى ضغط عندي. بعد كده الضغط اللي وراه هيبقى ده بعد كده واضحه؟ حد عايز يسال تاني؟ بتاع الجروس ده كان فيه دايركتور بس ماشي المشكلة المشكلة ان التوربينة كان خارج منها اول تقول 7 بار تمام. الجزء اللي انا كنت مدخله على الدايركتور كان تقريبا 7 بار تمام. فالمفروض فيه بس بامب في النص. يعني المفروض البامب يبقى هنا على طول ترفع ده بس المسألة ما جت حل
لقيت مش قايل ان الضغط بقى الضغط الداخلي والضغط الخارجي من التصاميم. هو مش هقول هو ماليش هنا المعلومه انت المفروض تبقى عارفها. ما حلش بقى على اساس بس قايل ان الفرق هو المتساوي اللي داخل مع الخارجي. بس المهم يعني ان دايرين الريجريشن كلها لا تعمل ما فرق. طيب سؤال الوقت الضغط ده كام؟ هو قالوا لي ان هو ثلاثة بار يبقى انا كده بدي اوردر للايه؟ للبار ان هو ترفع الضغط كام؟ الثلاثة بار يبقى اللي خارج هنا كام؟ ثلاثة بار. طب ثلاثة بار وانا المفروض بعد كده ارفع لمين؟ انا الكلوستر يهمني ولا ما يهمنيش؟ ما يهمنيش ده عشان انا ده ما بتكلمش ده يبقى ده خارج ثلاثة بار والبويلر 80 يبقى لازم احط ايه؟ رقم بترفع من ثلاثة كام؟ مش الاول هتبقى ثلاثة ارباع اللي هو انا بيهمني مين؟ البامب عندي البامب بحتاجها للاوبن وللايه؟ والبويلر فركبت بامب عشان ايه؟ ارفع لغايه الاوبن ده 3 بار وده 3 بار يبقى ده يخرج كام؟ زيهم 3 بار طب 3 بار ازاي تخش على 80 يبقى لازم اركب بامب. طب نفترض شباب يبقى الكلوز ده وجوده او عدمه ما بيفرقش عن الايه؟ البامب دي كده كده لازم تفضل موجوده عشان ارفع للبويلر. لو كان دول كلهم الثلاثة كلوز يبقى هي كام بامب محتاجها؟ واحدة بس ترفع على طول لمين؟ البويلر. طب في حاجة احنا طبعا الكلوز ده يحصل فيه ميسنج يبقى فيه فرعين ده كده اللي هو الماية اللي بتسحب دوت الستيم ده الستيم اللي بيخرج عنه ده اسمه ايه بقى الستيم اللي خارج؟ اسمه درين. درين اللي هو الصرف يعني الستيم سخن المية وحصل له ايه؟ الكسر. مش الستيم ده بيسخن الميه؟ طب يعني فقط حراره بعد ما بتفقد حراره بيحصل له ايه؟ الكسر. طيب بعد ما الكسر بيعمل ايه بقى؟ بيحصل له ايه؟ يرجع لورا يا يطلع لقدام يا يرجع لورا ايه؟ يطلع لقدام. طب هو قال لي هنا ذا درين اوف هاي بريشر هيتر يبقى هو بيتكلم عن واحد اللي على الشمال الدرين الصرف بتاعه عامل فيه ايه؟ از بامبك فورورد تو ذا فيد ووتر لاين يعني انا بطلعه لقدام بس بحطه على اللاين اللي داخل اليمين للبويلر. طب عشان احطه على نفس اللاين دوت اللاين دوت ضغطه كام؟ مش ده داخل البويلر؟ 80 هو اصلا ده خارج عند كام؟ الله اعلم يعني هو ده 80؟ لا انا بحصل له اكسلريشن يعني ده بنشر اقل من 80 فده كده اقل من 80 عشان اطلعه لقدام عشان كده لازم احط له ايه؟ بامب عشان كده هو قال ايه؟ بامب فورورد يعني انا ضغطته لايه؟ لقدام يبقى اروح مركب له هنا بامب خلاص؟ طيب في درين هنا لو الدرين ده قال لي بامب فورورد يبقى برضه احط له بامب عشان ترفع لكام بقى؟ 3 بار صح؟ بس هو ما قاليش بامب فورورد قال لي ايه؟ ده درين اوف لو بريشر هيتر الدرين بتاع لو بريشر هيتر اس كاسكيدد باك تو ذا كوندنسر يبقى برجع له الكوندنسر يبقى انت يا اما تطلع لقدام يا ترجع لورا تطلع لقدام يعني ترفع الايه؟ البريشر ترجع لورا اقل بريشر بطلع قدام اعلى بريشر ارجع لورا اقل بريشر. طب انا برفع البريشر بايه؟ ببامب. طب اقل البريشر بايه؟ ببامب. يبقى ارفع ببامب ونزل بايه؟ بامب يبقى حط هنا بامب يراجع بقى الايه؟ الكوندنسر. في معلومه قالها لي ان الستيم اللي داخل على اللو بريشر هيتر ساتوريتد ايه؟ دراي ساتوريتد ستيم. يعني فين بقى؟ فين اللي داخل على اللو بريشر هيتر الستيم؟ اللي هو ده مش كده؟ قال لي ايه بقى؟ قال لي ان هو دراي ساتوريتد. يعني ايه دراي ساتوريتد؟ على اكس كام؟ زيرو ولا واحد؟ دراي يبقى ايه؟ على اكس هنا واحد. طب ده رقم؟ احنا كده وصلنا خلاص. دكتور ايه الخط ايه بتاع البويلر
بس عدد هو دي خلاص اذا هي بالنسبه لك الطف الاول ايه وقت الاثنين دول وقت خلاص لا هو هي هنا هي وقت ديت الثانيه بتاعت الساعه دي خلاص اهو طب عايز هي كده كده لازم تحتاج الاثنين دول جربها كده مع نفسك بس انا في الطف الاول ليه عشان اتدرب على الوصل عشان انت عندك كده في الفريكشن فلما احط عشان اتدرب على اي فريكشن وصل توقف عندي يعني دايما الضم تحطها ايه؟ بعد الكوندستر على طول وبعد الديريتور على طول ورحنا في السبيل نقصت بقى؟ يعني الضم عشان ما تعذبش نفسك في القصه دي حطها على طول بعد الايه؟ بعد الكوندستر وبعد الاوبن مش كده؟ لكن التسكيل هو الوحيد اللي بيتوقف عليه الضم بس ما تحطش من الضم طيب لو عاوزين نرقم بقى هنسميها كام؟ واحد وهنا اثنين خلي بالك من نقطه واحده دي ايه يعني دي اسمها اثنين برضو ودي اسمها اثنين ولا بس فرعين فدي اثنين ودي كام اثنين بس اثنين دي حصل لها ايه هنا فتسخن يبقى ثلاثه دي توصل لثلاثه ثلاثه دي اللي هي ثلاثه بكام 500 درجه ودي ثلاثه هو باثنين عشان بيحصل ايه طب دي ثلاثة ده؟ لا لا أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 انا بص الفكره ايه ان انا عشان احط لك افكار مش فكره اني اجيب لك مساله تعقدك يعني انت دلوقتي ايه في ناس انا واخد فكره عندها نفس ايه توزيع الدياليتي والكلوز والاوبن والموضوع ان الدنيا واخد شويه دلوقتي فبقى لو جه حد قاعد يلعب معاك جاب لك ايه اثنين اوبن اثنين كلوز واحد اوبن واحد كلوز اكيد عرفت تعمل ايه تقسيمه ازاي خلاص ما بقاش كده واحد انا هسحب قد ايه الايه؟ الكلوز مش عارف هسميه كام؟ واي واحد خلاص؟ عشان انا هسحب كام مره؟ هما كام هيتر؟ ثلاثه اول مره بسحبها هسميها كام؟ وتاني مره؟ واي اثنين ثالث مره؟ واي ثلاثه طيب انا سحبت هنا واي واحد يبقى الباقي يبقى كام؟ الباقي ده اللي هاخده انا هحطه فين؟ في البويلر عشان اعمل ريهيت يبقى هنا هسميه كام؟ واحد ماينس واي واحد واي واحد يبقى ده هو واحد ماينس كام؟ واي واحد طب ده واحد ماينس واي واحد يبقى ده واي اثنين يبقى ده كام؟ انا كده ماشي واحد ناقص واي واحد صح؟ سحبت منه واي اثنين يبقى ده كام؟ واحد ناقص واي واحد ناقص واي اثنين طيب سحبت منه واي ثلاثه يبقى ده كام؟ معايا؟ طيب انا ده واي واحد هينزل هنا كام؟ هو ده مش ده؟ يبقى انا دخل واي واحد يبقى كام؟ واي واحد واي واحد طيب ده واي ثلاثة يبقى ليه هنا كام؟ واي ثلاثة واي ثلاثة طب واي ثلاثة ده كام؟ واحد ناقص واحد يبقى ده واحد ناقص واي واحد ناقص واي اثنين طب واحد ناقص واي واحد ناقص واي اثنين ماشي هنا انزلت مع واي اثنين دي كام؟ واحد ناقص واي واحد واحد ناقص واي واحد واي واحد طب واحد ناقص واي واحد زائد واي واحد ادينا واحد ادي واحد واي ثلاثة اهي صرف مع الجاي من فوق يعني هنخش في الحسبة اللي هي واحد خد واي ثلاثة اجمعها مع دي
كتير ولا ايه؟ هو ده ممكن. ما هو ده بيتخلط مع اللي جاي من فوق. واضحة؟ دي حد فوق؟ عاوزين بقى نعمل بقى حاجة ايه سخيفة شوية. نرسم بقى السايكل دي على ايه؟ اسيس الاجواء. عندي كام بريشر؟ أول حاجة قبل ما ترسم عندي كام بريشر؟ اقول لك ارسمهم ازاي. عندي كم هيتر؟ ثلاثة. وفي بويلر وكوندنسر يبقى خمسة. وفي ريهيت ستة ولا خمسة؟ لو الريهيت بيتم عند نفس ضغط، لو بيتم بيحصل عند ضغط مختلف يبقى ستة. بس الريهيت بيحصل عند نفس الضغط بتاع الهاي بريشر. يعني انا عندي الهاي بريشر هيتر عند نقطة 2 حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل حاجتين في نفس الوقت؟ يعني ضغط الريت هو نفس ضغط الاوبن، فما تحسبوش مرتين. يبقى ضغط الريت هو نفسه ايه؟ ما سوري ضغط الكلوز، ضغط الريت هو نفس ضغط الكلوز، وممكن تعمله بطريقة تانية. تشوفوا داخل ومخارج الايه؟ التربل. بعد كده ايه؟ واحد. خلاص؟ ما تحسبش ده. نفس الضغط. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أنا جبتها ازاي؟ عندي ثلاثة هيترز وبويلر وكوندنسر، أدي خمسة. وضغط الريهيتر بيتم عند نفس الإيه؟ ضغط القاع والهاي بريشر هيتر. يبقى كده مش هزود ضغط السادس يبقى هم خمسة. طيب ده كده البريشرز اللي هم كام؟ خمسة. الخمسة. هل هرسمهم كلهم هنا أصل هم هنا المفروض يبقوا إيه؟ خلي بالك في غلطة إن الناس بتعمل ضغط كده. اللاين كده. غلط. اللاين بتاع البريشر هنا بيبقى إيه؟ قريب من ده. أيوه قريب منه. طب أنا بحتاجهم كلهم. أنا هنا مش لازم ترسمهم كلهم. بس لازم ترسم مين؟ بتاع البويلر وبتاع مين؟ الأوبن. شلون كوندنسر؟ خلاص انا يهمني مين؟ عشان الخطوط الخمسه ما يهمنيش في بعض. فانا يهمني بتاع مين؟ بتاع الاوبن. اشمعنى الاوبن؟ عشان بالك بيحصل فيه ميكس. يبقى بتاع الاوبن ومين؟ والبويلر. طب فين الاوبن؟ هو ده بتاع مين؟ اللي تحت خالص؟ كوندنسر. وده التمارين بتاع البويلر والاوبن اللي هو اللي في النص اللي هو ثلاثه. خلاص؟ فانا يهمني بتاع مين؟ ادي البويلر وادي مين؟ بس هو اللي يهمني. بص بقى بتبتدي ازاي؟ لو انا في حاجه صعبه انا برسم بتاع الاوبن والبويلر بس. مش معنى الاوبن والبويلر عشان دول اللي برفع لهم البمبات. فلما ارفع البمبة دي حاجه ايه؟ عشان اقدر اصمهم. طيب عشان هو دي طبيعته. طيب لو انت عملت حاجه من طبيعته انا هو شكله كده عشان انا هنا كومبريسد ليكويد. كومبريسد ليكويد اللاينز بتاعت البريشر بتبقى ايه؟ بتبقى قريبه من بعض. لو انت عملته كده هترسمه كده هيطلع لك حاجات غير منطقيه هتعرفها بس كمان شويه هقول لك عليها. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبتدي منين مخرج الايه البويلر؟ فين مخرج البويلر؟ انا مش هكمل حلها يعني اقسمها واقول لك الطريقه بتاعتها وانت كمل حلها عشان ما تكونش في حاجه ثانيه. خلاص؟ طيب لان المساله اصلا صعوبتها في ايه؟ في الاثنين دول. لا انا بجيب لك مساله طويله لكن انت عارف اوصل من كده. طيب فين مخرج البويلر البويلر كام؟ 80 بار كام؟ 530. طيب بعمل ايه بقى؟ بعمل اكسبانشن. شفت ده الهاي الاخر؟ انا بعمل ايه؟ الهاي بريشر هيتر.
الكلود. خلينا نعمل ريهيت دلوقتي. ريهيت اعملهم كام كام؟ من 2 ل 3. خلاص فانا كده هعمل ريهيت من 2 ل 3. قال لي ريهيت من غايه 3 درجه 500. طب والريدنج بيحصل عند ايه؟ نفس البريشر. طب بعد ما حصل الريدنج بيحصل ايه بقى؟ بيحصل اكسبانشن لغايه الكوندنسر مرورا بالايه؟ بالميترز اللي عندك. يعني هيحصل اكسبانشن وانت بتعدي على مين؟ اللي ده يعني تاني اكسبانشن لغايه تحت. كده؟ طب والاكسبانشن ايه؟ ايزوتروبيك ولا لا؟ عشان هو قال في الاول ايه؟ اي. خدت بالك بقى انا برسم انا عندي الاكس هنا بكام؟ واحد من تحت لفوق عشان تبقى هو ايه اللي مش انا مش دي اللي انا حاططها في دماغي ان هو قال لي هنا ايه؟ درايس بريك. فدي نقطه كام؟ خمسه ودي اربعه ودي الاكس سته معايا؟ اه اللي هي كام بقى؟ يبقى نقفلها بقى دي اكس سته وتبقى دي اكس خمسه معايا؟ طيب ستة يحصل لها ايه بقى؟ كوندنسيشن لغايه كام؟ سبعة. طب سبعة مرتفعة لغاية كام؟ تمانية. تمانية تمانية تاني بقى؟ يلا باور. فهمت بقى انا عامل ايه بتاع ال الريتور؟ لو انت رسمت ده بقى رسمه زيادة بس عمال تسحب لك الدنيا ملوش لازمة. خلاص؟ يبقى من سبعة لكام؟ تمانية. طب تمانية يحصل له ايه؟ بيتسيطر مع مين؟ بيسخن بيسخن بس ما بيطلعش صح ما طلعش بيسخن لمين؟ لكام؟ تسعة صح؟ دي حاجة بقى مهمة هو مين اللي بيسخن ثمانية؟ خمسة. طيب خمسة بيحصل له ايه؟ فرع بيسخن وفرع ايه؟ بيتكسر. لا ما تقولش يبرد. ما تقولش كلمة بيبرد. لأن بيبرد دي معناها ايه؟ إن درجة حرارته بتقل. ممكن درجة حرارته ما تقلش. ممكن يحصل لكم ديزيشن فقط. يبقى من 5 ل 9 من 5 ل 16 بيحصل ايه؟ بيتكسر. كسر بقى بيتسخن. على الرسم كسر بقى ايه؟ بيتسخن. على الرسم كسر. فأنا هكسر ازاي؟ دي 5. 5 دي ممكن تبقى دراي، ممكن تبقى سوبريت، مش في الصيف. بس المهم يحصل ايه؟ كوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن؟ معناها هو ايه؟ ساتوريتد ايه؟ ليكويد. طيب وبرضه في هنا تكسير تاني من 2 لكام؟ 13. يبقى في هنا ده بيحصل له كوندنسيشن وبرضه بيحصل له كوندنسيشن. طيب انتوا خدتوا حاجه اسمها ايه؟ تيرمينال تمبريتشر ديفرنس. تيرمينال ايه؟ ايه بقى كلمه تمبريتشر ديفرنس؟ لو خارج خارج من اللي هو ده اللي هو اسمه ايه؟ الساتوريشن تمبريتشر بتاعت البليد ستيم. يعني الساتوريشن تمبريتشر بتاع الستيم اللي انا ساحبه منين؟ من التربن ناقص الاكسيت بتاع الهيتر. فانا لو طبقت ده متعرف لمين؟ الكلوز. يبقى التربن تمبريتشر ديفرنس ده بيساوي ايه؟ فين في ساتوريشن بتاع الستيم؟ هو فين الستيم؟ 5 او كام؟ 16. ما هو الستيم ده اللي انا سحبه اللي هو البليد اللي انا سحبته اللي هو 5 او كام؟ 16. فين الساتوريتد فيه؟ 16 اللي تحت الدرين. يعني اخر درجه حرارة الدرين. درجه حرارة الايه؟ الدرين ناقص الاكسس بتاع مين؟ الميه. يبقى معنى كده الترم التمبريشر ده هتبقى فيه كام؟ 16 ناقص في 9. لو عاوز اعرفها الهيتر كلوز الثاني مين هيقدر يعرفها لي؟ فين الهيتر الثاني اهو؟ قلنا الدرين ناقص ميه مع الريسيستنس. تاني الدرين اللي هو كام؟ 13. يبقى دي 13 ناقص كام؟ 12. طيب هو عباره عن ساتوريشن تمبريتشر وبليد ستيم او اكستراكتد ستيم. وبليد ستيم بليد يعني مستوى مستنى. اكيد واحد بليد اللي هو ايه؟ يعني بيخر دم. هو بقى انت بتخر ستيم هنا عشان تسحب عشان هو بيسحبه بالقطاره. هو اسمه اكستراكت او بليد. خلاص؟
ناقص الاكس توتال تمبرشر من الكلوز دي. المفروض ده كتب في المحاضره. طيب التيرمال تمبرشر ديفرنس ده مهم عشان يحصل الترانسفير. يبقى لازم السي يبقى اسخن من ايه؟ من الميه. بس يبقى اسخن منها بقد ايه؟ بحاجه صغيره. التيرمال تمبرشر ديفرنس ده ممكن نهمله. ممكن ايه؟ نهمله. يعني الفرق ده كام؟ ليه؟ ده عشان يحصل ايه؟ ما احنا بنعتبر ان اللي خرج وصل للداخل. يعني كانك سخنت لغايه ايه؟ سخنت المايه لغايه ما وصلت للستيم اللي انا بستخدمه. لا اعرف طبعا من شويه حريه. بس اعتبر ايه اللي بقى؟ لا انا قصدك ليه هو مش درس ده؟ ليه بيأثر معاك ريت ترانسفير 9 و16 حتى لو بيساوي بعض هيحصل ريت ترانسفير كده؟ هو الفرق ده مهم. طيب فمعنى كده ايه؟ ان انا على الرسم اعمل ايه؟ اخلي 9 قصاد مين؟ 16. ليه؟ ما انا لما اكملت الفرق ده يبقى الاثنين قد بعض. طيب نيجي بقى لايه؟ للأوبن. للأوبن يتخلط مين كم كام؟ للأوبن فين الخلط؟ 9 كام؟ 4. يتخلطوا مع بعض ياخد كام؟ 10. 10 دي حالتها ايه بقى؟ أي حاجة قبل البام أو قبل البام الإكس بتاعتها بزيرو. يبقى إكس 10 بكام؟ 0. يبقى فين نقطة 10 أهي؟ طيب 10 عندي؟ طب هرفع بقى لغايه كام؟ 11. لغايه البويلر عشان كده رسم البويلر. طيب 11 هتسخن فين؟ في الهيتر. توصل لكام؟ 12. طب 12 يعني رقم 13. بص على التي في دي يبقى 15. طيب 13 14 بام من 13 لكام؟ 14. طيب 14 و12 يحصلهم ايه؟ يتخلطوا ببعض تطلع كام؟ 15. فين؟ ما بين في نقطة نقطة ما بين كام؟ 12 و14. مش مهم فين بالظبط. بس انا بخلط ايه؟ بخلط ده مع ان عندك حاجة 20 درجة وحاجة 50 درجة. يبقى الناتج هيبقى ايه؟ بينهم. طيب نيجي بقى 16. فين 16؟ اهي يحصل لها ايه؟ تروتلنج. يعني ايه تروتلنج؟ يعني بيحصل الضغط زيال والانفصال بيه كرسل. يبقى احنا تروتلنج كرسل انفصال. طب وبعدين؟ خلص كده دخلت كله. طيب هو انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ هو في طالع على طالب مطاليق. انت المطاليق ايوه طالعه وتقدر تحلوها. بس الفكره ان انت عشان تحل اي مطاليق لازم تبقى عارف الايه؟ البريشرز. انا ما اعرفش البريشر ده بكام ولا بكام. اعمل ايه؟ خش على مولير الشرطه. تعمل ايه في مولير الشرطه؟ ماشي تنزل منين؟ حلو. ايزنتروبيك هتنزل ايزنتروبيك ازاي؟ حلو. انزل هتنزل فين؟ حتى الاكس هو فين الاكس بواحد؟ الاكس اثنين بواحد؟ يا سيدي ماشي. دي اكس كامل لواحد. بص على نفسه من التسليم. اكس خمسه هي اللي بواحد. فين الافشنسي؟ كان بقول لك برافو عليك. ممتاز. هي مالهاش حاجه غير كده. ممتاز برافو عليك. قال لك ايه؟ هي دلوقتي انا نقطه واحد دي انا عندي نقطه اثنين وعندي صح؟ طب واحد ايه علاقه واحد اثنين؟ عايز تقول لو نزلت هنزل لغايه فين؟ ما انا مش عارف. مفيش كونديشنز معروفه عند اثنين. طيب انا عندي نقطه ثلاثه عارفها؟ برضه لا. لان انا ما اعرفش عند ثلاثه
قد ايه؟ 500 درجه في نقطه 3 مش هحكمها. بس هو شاف ايه بقى؟ هو راح ايه؟ نقطه 6 انا عارفها كلها. ليه نقطه 6؟ عشان 6 عارف عندها ايه؟ اكس 6 اللي هي 90% وعارف عندها ضغط. فلو انا مسكت نقطه 6 اطلع بقى من تحت لفوق اجيب كل حاجه. فهو هيجي كده على مليار شارت. طبعا ده هو خط الايه؟ البريشر بتاعي ده هو الاكس بكام؟ دي الاكسات هاخد على حاجه الاكس بكام؟ 9 من 10 يبقى دي نقطه كام؟ 6 يبقى انا قطعت ايه؟ البريشر اللي هو 7 من 100 مع الاكس بكام؟ 9 من 10 تطلع فيرتيكال بقى. تطلع فيرتيكال اول ما تلاقي الاكس بواحد يبقى دي نقطه كام؟ 5 درس تلاقي الاكس بواحد اهي. طيب انت كده تعرف تجيب بقى خمسه ولا لا؟ يبقى دي خمسه خلاص؟ طب انا اعرف اجيب بقى خلاص الاكس ايه؟ الاكس كلها اهي؟ هات الاكس 6 ودي كام؟ 6 5 طب ازاي اعرف اجيب نقطه 4؟ نقطه 4 معايا؟ انا عارف اقطع 4 ولا لا؟ اقطع 4 كام؟ يبقى انا هفضل اقطع لغايه ما اوصل لمين؟ 3 بار. يبقى انا كده جبت ايه؟ 4. يبقى جبت كام؟ 4. اقطع لغايه كام بقى بعد كده؟ 3 عندي عارف عندها حاجه؟ 500 درجه. يبقى لو عدتيني 3 يبقى جبت كده نقطه كام؟ 3 يبقى انا كده عرفت البريشر بتاعك 3 وجبت كمان اتش. وده كان اول مطلوب طلبه اللي هو الايه؟ البريشرز بتاع الليترز. البريشرز بتاع الايه؟ الليترز. يبقى انا جبت البريشر كده بتاع اللو بريشر هيتر والهاي بريشر هيتر. طيب حد عنده مشكله ان هو يجيب اتش واحد او اتش اثنين؟ ها؟ نقطة واحد بقت معايا ولا لا؟ معايا نقطة واحد معايا نقطة اثنين؟ خلاص عرفتها لأن نقطة اثنين ضغطها زي ضغط ثلاثة. فأنت هتعمل نفس الحركة برضه على مين؟ في مولير تشارت؟ أنت هيبقى عندك بقى نقطة واحد ماشي أهي وأدي ضغطها تنزل عشرة تجيب بقى ايه؟ انا اثنين. انا اثنين ثلاثة. ما هو بين اثنين وهو بين ثلاثة. مش هو الاثنين نفس الضغط؟ عشان كده عاملينهم على نفس الضغط. يبقى انا كده جبت اتش واحد واتش اثنين واتش ثلاثة واتش أربعة واتش خمسة واتش ايه؟ ستة. وهم دول بتبقى أصعب حاجة في المسألة. تعالى نشوف بقى الزحمة اللي على الشمال، الزحمة على الشمال دي هتبقى في دقيقة. صعبين؟ هتجيب كل واحد عند الضغط ايه؟ بس دي مش مهم. طيب. ايه علاقة 6 7 8؟ هتعمل الوود بالبمب يبقى سرعة زي كام؟ 8. خلاص؟ طيب. ايه علاقة 16 17؟ بيساوي بقى عشان نفس ايه؟ تروتني. هو تروتني. طيب ايه علاقة 16 ب 9؟ شباب الاثنين عند نفس درجه الحراره في الساب كول. في الساب ايه؟ كول ريجون. تاثير البريشر ايه؟ مهمل. يعني ايه تاثير البريشر مهمل؟ يعني لو تساوي درجه الحراره بتساوى الايه؟ الانثالبي. يعني الاتش اصلا بتعتمد على ايه؟ على التمبريشر والبريشر. بس في الساب كول ريجون الاتش مين بتعتمد على ايه؟ على التمبريشر اكتر من البريشر. فبالتالي تاثير البريشر مهمل فين؟ تستخدم دي بالتالي لو تساوي درجه الحراره بتساوي الانفلت. يبقى نقدر ندعي ان 16 تقريبا زي اتش كام؟ 9. خلاص؟ طيب نفس الحركه اتش 10 و12
لو تساوي درجه الحراره والشط ولد فقط تساوي الانفجار. هي اهي عشان كده جبت الحاجات اللي عندها اكس زيرو في الاول. نعم لا خمسه ايه؟ اكس 9 بالظبط نفس الخط يعني اكس 16 هي اكس ايه؟ عند دي خمسه. خلاص؟ طيب واكس 13 يعني ده من الانتر في ستيم الفوليوم بتاعنا 15 لتر. ومليان سوبر هيت ستيم، يعني ستيم هنا ايه؟ سوبر هيت.